بر الأمان. مرحبا بكم في برنامج بر الأمان. مرحبا بكل مستمعينا، معكم محمد حداد في المباشر من استوديو عدد 5. مرحبا بشيمة بوهلال ضيفتنا رئيس البوصلة، مرحبا بمهاب القروي مدير تنفيذي لجمعية أنا يقظ أي واتش، وباش يلتحق بنا بعد بضعة ثواني أو دقائق ثامر المكي صحفي مختص في المسائل تاع وسائل الإعلام. مرحبا بكم مستمعينا، ومرحبا بكل من يسمعنا عن طريق زادة إذاعات جهوية اللي شركائنا في بث برنامج بر الأمان. نذكروا الفكرة من برنامج بر الأمان اللي أول مرة يسمعنا، فكرة أنه نشوفوا كيفاش القوانين وكيفاش مؤسسات تأثر علينا كمواطنين، وكيفاش احنا كمواطنين نجموا نساهموا في أخذ القرار. في الحقيقة مستمعينا اليوم الموضوع الحصة فرض نفسه، ما كانش من المفروض انه باش نكون معاكم في اللايف، ولكن هذا ديما ستان بليزير، يعني ديما كي نبداو معاكم مباشره. اليوم باش نحكيوا على المساله اللي خرجت في ليله الاحد الاثنين، هي مساله التسريب الصوتي المنسوب لمؤسس قناه نسمه سي نبيل القروي. ومن توا ناكد لكل المستمعين انه شخصيا حاولت نتصل بالارقام نتاع جوال نتاع سي نبيل القروي ولكن ما تحصلتش عليه، وكيف كيف اتصلت بالمقر الاجتماعي نتاع نسمه ما تحصلتش عليهم، اسول شيء هذا. وموضوعنا هو ماهوش باش يكون في حد ذاته في قلب، مانيش باش نحاكيو شنو باش يعملوا القضاء. الفكره هو كيفاش احنا كمواطنين الاساليب اللي تم ذكرها تاثر علينا. وباش نبدا بسؤالي الاول اللي باش نسمع به اصوات ضيوفنا، مرحبا بكم من جديد، مازلنا ما سمعناش اصوات. شكرا محمد. السؤال الاول هو هل المساله والاساليب اللي تذكروا في التسجيل يقتصروا في علاقه ما بين منظمه نتاع مجتمع مدني وشخص ذكرهم، ام هي مس كل مواطن منا؟ نبداو ونغدام شيماء بوهلال. شكرا محمد. هو ممكن اللي صار من يوم الاثنين في الصباح الباكر برشا، اللي هو عمل صدمة مش فقط المجتمع المدني لكن للمواطنين الكل، ومش فقط التوانسة كهو، هو كيفاش جمعية أو حتى مواطنين قاعدين يخدموا على ملف معين أو على موضوع معين ممكن يصير عليهم ضغط إلى هذه الدرجة اللي هو يمس بحياتهم الشخصية ويمس بقدرتهم على أنهم يكملوا النشاط متاعهم مهما كان موضوع هذا النشاط. فرغم أنه هذا مس أنا يقظ اليوم، قدوة ممكن يمس أي جمعية موجودة في تونس، وأي مواطن يحب يحكي على الفساد ولا يحكي على الشفافية أو يحكي على أي موضوع. هذاك علاش أنا فرحانة اليوم في مؤسسة إعلامية قاعدة تتعامل، اللي هي الإذاعة الوطنية، في مؤسسة إعلامية عمومية قاعدة تتعامل مع خدمة العموم. هذه نأكد عليها احنا في بر الأمانة، هذا شيء مهم برشا برشا برشا، لأنه إذاعة الوطنية مرفق عمومي صحيح للعبيد الكل، وهي تعطي في المثال أنه كيفاش الإعلام يتعامل مع المجتمع المدني أو حتى مع المواطنين في وقت اللي احنا في حاجة ماسة إلى الأمثلة الإيجابية. فهذا كانت ردة فعل الأولى اللي انت حوصلت لنا شنو صار هالثلاثة أيام الأخرى، ولكن إذا كان مباشرة يعني نغوصوا في السؤال، كيفاش أنا مواطن توا قاعد نسمع ممكن يما نسوق في كهرباء ولا في تاكسي ولا ليه في نشاط أخرى، كيفاش الشيء هذا نجم أثر علينا؟ إجابة هذا بتبيع لمحة صغيرة، من بعد باش نزيدوا نتعمقوا في الموضوع ورأيك. اللي ممكن يأثر أنه اللي صار لجمعية أنا يقظ هو ممكن أعطانا الدليل الصريح على ممارسات كان يتعرض لها المجتمع المدني من قبل الثورة وبعد الثورة، ممارسات اللي هي فما برشا هياكل عمومية بقدرتها أنها توقف هذه الممارسات بقدرة الهيكلة التنفيذية أنها تستجيب في الوقت وتحط المثال اللي هو باش يكون رادع لأي سواء مؤسسة عمومية أو أي مصدر آخر ممكن يحط نوع من الضغط على المجتمع المدني أو حتى المواطنين. مهم كرم. أنا خليني نقول أنه فما على الأقل فما أول حاجة ساعة شكرا على الاستضافة، ونضم صوتي لصوت شيمة على الفخر والاعتزاز اللي حاسين به توا، نحسوا أنه بالحق فلوسنا كدفعي ضرائب وكمواطنين ماشي في بلاصتها، وهذا كل يرجع بالشكر للمرفق العمومي سواء كان التلفزة الوطنية أو الإذاعة الوطنية. إذا كان نحكيه على التسريب ولشنو اللي خلينا نحسه أنه كمواطنين
كيفاش احنا نجمو نتمسوا بالتسريب هذا؟ اولا في علاقه المواطن بالاعلام، المواطن اليوم ممكن انه يفقد ثقته في وسائل الاعلام ويقول هل انه هذا يعكس واقع وسائل الاعلام ما خلف الابواب الموصده والابواب المغلقه؟ هل هذا اليوم نجم نعموه على وسائل الاعلام الكل؟ هل انه هكذا تحاك المؤامرات ضد الاحزاب، ضد منظمات المجتمع المدني، ضد مؤسسات الدوله؟ هل انه اللي صار في نسمه هو استثناء ولا يمكن ان ينطبق على بقيه وسائل الاعلام الاخرى؟ الحاجه الاخرى زاده هو انه الناس تنتظر انه يتم عقاب الناس اللي كانت متسبه في حمله التشويه اللي صدرت ضد منظمة النقد وبقية منظمات المجتمع المدني أو المواطنين اللي تضروا من أي حملة تشويه مستهم، لأنه اليوم نخافوا أنه ثقافة الفلت من العقاب تولي يعني عقلية، تولي كأنه حاجة عادية صايرة في البلد هذية. أي وبعد أنا مش ندخل في قرارات القضاء وقرارات النيابة العمومية اللي أصدر باش تفتح تحقيق المسألة هذية، لكن احنا في حاجة اليوم أنه بعد التسريب هذية أنه تكون نقطة مفصلية في تعامل القضاء والعدالة مع حقوق المواطنين. لأنه إذا كان أنت في كل مرة فما تسريبات أو فما معلومات أو فما وثائق تفيد أنه أشخاص قامت بارتكاب أخطاء وقامت بخرق القانون، في ناحية أخرى ما فماش تطبيق للقانون، فماشي محاسبة للناس هذوما، فالناس تفقد ثقتها في الدولة، تفقد ثقتها في مؤسسة الدولة. وأيضا ما عادش نحكيه على مؤسسة دولة قانون المؤسسات، مش نحكيه على دولة إفلات من العقاب. وهنا زادة ما نحبش زادة أنه المواطنين يقولوا انه ما عادش فما ثقه بين المواطنين ووسائل الاعلام. نحبوا اليوم العركه هذه، اذا كان نجم نسميها عركه، هي عركه نبيله ما بين المواطنين وبين منظمات المجتمع المدني والرؤوس الاموال الفاسده. نحبوا اليوم يكون فما محاسبه، وايضا ما نحبوش وسائل الاعلام تتحول الى مزارع خاصه يديروها رؤوس اموال فاسده. نحبوا وسائل الاعلام هي صوت المواطنين وصوت الشارع وصوت الرأي العام. هذا علاش اليوم الخطر اللي يمكن يكون ناتج عن التسريب هذايا هو انه يكون فما إساءة الإعلام عموما، إساءة الإعلام. وهذا اللي نبهنا ليه، وهذا نقابة الصحفيين أيضا نبهت اللي هو ما نحبوش تكون فما إساءة الإعلام. بالعكس، دور الإعلام هو دور مهم جدا ودور مسؤول وعنده مسؤولية اجتماعية كبيرة، نحب نأكدوا عليها في الحوار هذا. شكرا مهيب، مرحبا بك ثمر المكي، أنت لحقت بنا. عايشك محمد. نذكروا اللي أنت صحفي، عندك كرونيك موجودة في نواة. الكرونيك هذه بتبقى ثم كرونيك موسيقية، ولكن بالأخص ثم كرونيك تهتم بالميديا تسكيها من وسائل الإعلام وين تعلق فيها إديتورياليزات. بالنسبة للسؤال الأول اللي سألناه لضيوفنا نوجهه لك زادة، هل الأساليب اللي ذكرت في تسجيل المسرب هل بالنسبة ليك تمس المواطنين الكل؟ كيفاش؟ بالطبيعة تمس المواطنين الكل، تمس المواطنين الكل من ناحية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، لأنه كما سمعنا في التسجيل هذا كانت فما النية وتم تطبيق الشيء هذا بالتشهير باستعمال معطيات خاصة وبالتدخل والتأويل حتى العلاقات الخاصة اللي تربط المسؤولين متاع أنا يقظ بالناس اللي قرب ليهم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى تهم الناس الكل، على خاطر ما ننسيوش هو عنا نهارين وإحنا نحكيو على الغرافيتي متاع اللي صار. صحيح اللي صار كارثي، معناها بالعكس الاكتشاف هو اللي كارثي، معناها اللي صار نوعا ما لأي متابع القناة نسمة باش يلاحظ في الأشهر الفارطة الكل اللي كانت فما حملة واضحة على اي واتش. المتابع يعني بيانسور ليزافيرتي، معناها كما قلوها الناس اللي تابع عن قرب وعندها الأدوات والإهليات اللازمة باش تفهم شنو هو المحتوى الإعلامي هذاك. من ناحية أخرى المعطيات الشخصية هذه كانت النقطة الأولى، الحياة الخاصة أيضا، الحياة الخاصة فلا. النقطة الأخرى هي أيضا ما نساوش اللي تسجيل هذايا، يعني عنا رئيس مدير عام القناة خاصة قال اللي هو استقال، لكن قاعد يوجه في المحتوى التحريري. هنا نرجع الموضوع الحقيقة نعرفوه في تونس، لكن هنا نجم الراول معناها
قداش ينجم يتسبب في مشاكل كبيرة برشا، اللي هو التداخل بين الجانب الإداري في المؤسسات الإعلامية وهيئة التحرير، اللي هو بعد مهم جدا. البعد الآخر في المرسوم 115، المرسوم هذايا يهتم يعني ينظم الحرية، يهتم بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وينص بكل وضوح على أنه واجب يتم الفصل ما بين الإداري والإدارة والتحرير في الفصل 17، كيف ما يقولك يجب أن يتم الفصل في كل مؤسسة تصدر دورية بين وظيفتي الإدارة والتحرير. واللي هو واللي 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 الكلام هذا اللي في الفصل 17 من مرسوم 115 يتعاود زاده في كراس الشروط اللي تمضي عليه القنوات اللي خذت اجازه وقتيه، نذكروا للاجازه هذه وقتيه من الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري. النقطه الاخرى اللي هي مهمه برشا وتهم اكثر واكثر المواطنين الكل، لو كونتريبيابل، المساهمين، اللي هي ما نساوش اللي الحمله هذه كلها اللي عملتها نسمه تعملت بعد مباشره بعد نشر تحقيق اي واتش اللي يوري اللي فما امكانيه كبيره انه صار تهرب ضريبي من خلال شركه نسمه واللي قام به هو مجمع قروان قرو. الإمكانية وتخلي القضاء هو اللي ليش نحكي عن شو ذلك؟ ليش نقول إمكانية؟ إمكانية، أنا تكلمت على إمكانية، كنت واضح في على كل شيء هذا. الممثل القانوني متاع هذاك حتى احنا ديما نقولوا غدوة في غدوة، احنا ما نصدروش أحكام، ديما نقولوا راه فيهم شبهات تحيل ضريبي، والقضاء هو عليه يثبت الشيء هذا أو يدحض الكلام هذا. المشكلة سامحني ثمر، نحب جوست نذكر المستمعين متاعنا أنه في العشر دقائق أخيرا متاع الحصة تنجموا تدخلوا معنا على المباشر 71-844-404. وبالمناسبة نحب نشكر زملائنا في رامي ماجولي في استقبال المكالمات وأيمن التفوري في الكونسول، ونعود نرجعوا إذن علاش نستنيوا تسريبات باش يولي هذا هذا الموضوع هو موضوع مقاومة الفساد والأساليب هذه موضوع الاهتمام. شيماء، ممكن التسريبات هي اللي حطت مش نقاط على الحروف، لكن هي اللي أكدت الشكوك، اللي ما هي مش شكوك، هي وقائع موجودة لكن ذكرتها بطريقة ياسر واضحة، اللي هي يعني جمعية أنا يقظة وحتى جمعية أخرى منها جمعية البوصلة اللي صار لها نفس الشيء، التشكيك بالعمالة وبالتخوين، الأمور هذه اللي بعض الناس ممكن يأخذوها بشكل سطحي وبشكل يعني الكي ومن بعد ومن بعد وعادي، وأكيد نتخيلوا نظرية مؤامرة كيف تسمع هذا بصوت يعني واضح ويحكي الحكاية بالضبط كما تصير. الأثر على المواطن أنه ممكن بعض الجمعيات صحيح هذا التخويف يأثر عليها، يعني ممكن جمعيات ما تنجمش تصمد في 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 وجهة تخويف كمن هكا، لكن دخلوا فيها العائلة وندخلوا فيها الأب والحياة الشخصية، يعني ممكن جمعيات تقوم بعمل رائع جدا نهار من نهارات تتبطل. ولكن شيء ما ديما لهنا قاعدين نحكيه ونقوله نحكيه على الجمعيات، إن لهنا يتصور أنا مواطن لن ينشر في جمعية وإلا لن صحفي، وكيف يعني أفضل المواطن كيفاش اليوم كيفاش أنا باش نتمثل صحيح يعني هذا هو الملف اللي صار لي اي واتش. بالنسبة للنسبة هو بعد ما ذكروا في التقرير متاعهم على إمكانية التهرب الضريبي، احنا في تونس نفتخروا بقانون حماية المبلغين على الفساد، غدوة ينجم مبلغ على الفساد يصيله نفس الشيء، يبلغ على يعني وسيلة إعلامية أو حتى شخص آخر يصيله نفس الهرس اللي قاعدة تصير كمواطن أو كجمعية ونجم يصيله، وهذا ما ناش ماهوش من نسج الخيال، هذا صار، وهذاك علاش تجي أهمية التسجيل، إنه اللي صار على أنا يقظ ينجم يصير على أي مواطن تونسي إذا ما نحطوش اليوم وصار بالضبط. نذكر بالواقع متاعنا اليوم في تونس، غدوة ثم غريف جنرال إضراب عام في مدينة الكيف اللي سمعناه في الأخبار من عند زملائنا من بكري، ما زالوا متشبثين به المجتمع المدني في الكيف. نذكروا أنه ثم مظاهرات، ثم هدنة لمحالة توف تطوينة من مظاهرات كانت قيمة ذات جمع لي فاتت، ما ثماش أنصير تماما نجم نقولوا أتينا هذا موضوع المركز، موضوع العاصمة، وفي جهة أخرى ثم مواضيع اهتمام أخرى. شنو هي علاقة الصلة اللي تنجم تكون موجودة ما بين شيء اللي سمعناه واللي صاير في مختلف أنحاء البلاد؟ الشيء واضح جدا، معناها كي ناخذوا أمثلة اليوم من العبيد اللي حاضرة هنا، كان ما فماش بوصلة
في تطاوين مش باش يعرفوا النواب حضروا ولا ما حضروش، مش باش يعرفوا شنية مشاريع القوانين اللي مطروحة في المجلس وشنو الليتا دافونسمون نتاعها. يقول قايله مش... موقع لاربي... موقع مجلس نواب الشعب فيه المعطيات هذيا، اذا فيه المعطيات لكن فما 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 المتابعه تعمل زاد التحليل هذيك هذيك هو الانتيليجيبيليتي نتاع لي دوني. يعني انت تنجم نجم نعطيك معطيات لكن ما تنجمش تفهمها. الطريقه البيداغوجيه نوعا ما نتاع نشر المعطيات هذيا هي اللي تنفع وهي اللي تفيد. مثلا في تجربه البوصله اي واتش كان ما فماش اي واتش اليوم كيفاش باش تاثر على المواطنين؟ مش باش يعرفوا شنو صار في مشاكل الملح، مش باش يعرفوا شنو صاير من فساد في مؤسسات الدوله وهي عديده، مش باش يعرفوا شنو هي اللوبيات اللي موجوده في السلطه التنفيذيه وموجوده ايضا في الاوساط الماليه والبنكيه، مش باش يعرفوا هذا الكل. وهذا الكل في علاقه بجيب المواطن، هذا الكل كي نحكيوا على التهرب الضريبي هذا في علاقه بجيب المواطن وقدرته الشرائيه في البلاد باغيير. كيفاش سمحت كيفاش نخلطوا من اللي انت ذكرته توا اللي صاير في البلاد باغيير اللي هما اللي هي اللي هي المشاكل هذيا ساعه في اغلبها تلقاها في الاخر بكل متعلقه بغياب الشفافيه عند السلطات المحليه، لانه كان جات فما الشفافيه اللازمه عند السلطات المحليه فما ضغط وفما توتر معين باش ينقص، لانه المواطن يحس روحه عنده المعلومه وبالتالي قادر على القرار وقادر على الفعل. في الجهات هذية أيضا تردي الأوضاع على خطر في البلاد عنا تهرب ضريبي كبير برشا باش الفلوس تمشي للكاس هذوما باش الناس هذوما ينجموا يخدموا باش الدولة تنجم تستثمر في الجهات هذية. يعني فما مشكلة كبيرة أيضا متاع شفافية في الحوكمة مش في الفلوس هكاهو، الشفافية في شكون يقرر شنو وفي شكون يعمل شنو. هذا الكل من شأنه أنه ينقص من التوتر الاجتماعي وأنه يوفر مناخ عام يشجع على ازدهار اقتصادي معين ويشجع على تنمية معينة تنجم تحد من الحركات الاجتماعية اللي راو فيها اليوم وتخليها توصل لمطالبها. فقط الإشارة ثامرة باش نعطيك كلمة شيء، ما الحركات الاجتماعية غطيناها مقبل في بر أمان وهم يعتبروا طريقة من الطرق للمساهمة في المواطنية المواطنية. وشيء ما بوهلير رئيس بوصة باش تدخل هو معنا. السؤال تو شو الإشارات اللي قاعد تعطى للمواطن مهما كانت الاهتمامات متاعه؟ الإشارة اللي تنجم تعطى إذا ما يكونش فما بالحق تحركات واضحة للردع الأساليب هذه، إنه يا مواطن غدوة لو تحركت على أي موضوع إذا قلق حد معين عنده نفوذ ما ينجم يأثر عليك مهما كان فساد، كان فيما يخص تشغيل، كان تنمية في أي مكان في تونس. يا مواطن اليوم احنا قاعدين للحكومة تقول ان هي ملتزمة بمكافحة الفساد، لكن هاي جمعية جات تخدم على مكافحة الفساد وانها تكشف بعض الحقائق او حتى انها تحط ضغط ايجابي على القضاء انه يمشي ويتحقق من حاجة او شنو صار لها، واحنا باش نغضوا طرف وما يهمناش. فهي الإشارة اللي قاعد ترسلها يرسلها أخذ القرار سواء في سلطة تشريعية ولا تنفيذية ولا حتى قضائية، شو الإشارة اللي يعطي فيها للمواطن؟ هل أنا باش نحميك كيف أنت باش توصل صوتك وتطالب بردة فعل أم لا؟ مهما كان ينظر فيها، يعني نصور اي واتش ومهيب نجم يحكي على هذا اكثر، الهدف هو كان انه المؤسسات تخدم خدمتها انها تاخذ المشعل، يعني كانوا هما بلغوا عن فساد او حقوا في شيء ما، الهدف انه القضاء ياخذ مساره، مش الهدف انك تقعد يعتديوا عليك يعني في الاعلام. مهيب تفضل. هو التسريب هذايا كما قال ثامر هو منسوب لغازي لنبيل القروي اللي هو الرئيس المدير العام السابق لشركة نسمة برودكاست اللي هي تدير قناة نسمة. وعلى فكرة الشركة في حد ذاتها هي شركة غير قانونية بالنسبة لهيكا، لأنه بالنسبة لهيكا لازم تكون شركة خفية الاسم، مش شركة خفية الاسم وما هي الشركة محدودة. ذات مسؤولية محدودة اللي هو يعني باش ندخل في تقنية زايدة هذه التقنية لهنا فما دور كبير. نذكر مهيب هدف من الفضاء هذا اللي مش نحكي فيه انه نشوفوا تاثير شيء هذا على المواطنين، كيفاش المواطنين ينجموا هما بحد ذاتهم ياثروا. مثلا كانت تحكي شيء على وثامر على انه المواطنين زاد ينجموا يبلغوا بحد ذاتهم وكيفاش صحيح النجم يصير عليهم بريسيون. تفضل. هنا فما احتجاجات على مستوى المناطق الداخلية، وهنا ايضا فما رجل اعمال ذو نفوذ كبير. هل انه رجل الاعمال هذا من مصلحته تكون فما احتجاجات؟
هل انه من مصلحه راس المال اليوم تكون فما احتجاجات، واهم من هذا الكل هل انه من مصلحته انه الاحتجاجات هذه توصل عن طريق القناه نتاعه هو ولا، واذا على شفنا فما تداخل خطير ما بين المال وخط التحرير والسياسة نوعا ما، لانه نبيل القروي كان السيد نبيل القروي كان عضو في المكتب نتاع حزب نداء تونس واستقال منه كان مؤسسين والاستقال منه في 5 أفريل 2017. كان هو كان عضو في الهيئة التأسيسية لنادي تونس. هنا فما تداخل ما بين السياسة والمال والإعلام، والشيء هذا اللي نبهنا له نبهنا الخطورة متاعه. أنت اليوم عندك رجل أعمال يتدخل بشكل مباشر، لأنه الصحافي تعرف أنت الصحافي حسب أخلاقية المهنة وأخلاقية الصحافة أنه الصحافي هو مراسل الشأن العام، مراسل المواطنين في القناة هذيك أو في وسيلة الإعلام هذيك، ماكش مراسل أو صحافي تنوب عرفك في العمل نتاعك. فهذا علاش اليوم مهم جدا انه يتم الفصل ما بين المال والسياسه وايضا الاعلام لكل ذي شان شانه. انت كصحافي اليوم تنقل يعني صوره الشان العام واللي قاعد يصير، سواء كان احتجاجات سواء كان اخبار سواء كان ترفيه، اي مدى نجم تنقل شنو قاعد صاير وتبث المعرفة وتبث الأخبار إذا كان ثم سلطة إذا كان فما إذا كان علاش اليوم المواطن هل أنه صوته واصل للمركز أو لا؟ هل أنه المال اليوم بتداخله مع السياسة قادر أنه يحجب صوت المواطن على مستوى المركزي؟ اليوم المجتمع المدني من خلال تحركاته الداخلية ومن خلال تحركاته ومشاركته في الاحتجاجات هذه، لأنه الاحتجاجات هذه منظمة كما شفتوا على عكس بقية الاحتجاجات الأخرى، ظهر لي تعلمنا الدرس والاحتجاجات كلها كانت سلمية، ما كانش فما حتى يعني محاولة تخريب أو اندساس للاحتجاجات هذه، كان فما تنظيم. واعتقد أن المجتمع المدني على المستوى المحلي ساهم بدرجة كبيرة في تنظيم الاحتجاجات هذه وحمايتها من أي اندساس ينجم يصير. فلهنا هل أنه المجتمع المدني واحتجاجات اللي صايره هذه في المناطق الداخليه هل انه من الممكن يتم حجبها من خلال تداخل المال في وسائل الاعلام ام لا؟ مهاب قرمي نشكرك على خاطر هذا باش يكون الموضوع نتاع جزءنا الثاني اللي باش نسمعوه اللي باش نحكي فيه، اللي هو الى اي مدى صحفي او طاقم صحفي ينجم يكون عنده يديه حره او قلمه حر ولا صوته حر في ظل مثلا عدم احترام الفصل ما بين الإدارة والهيئة التحريرية، الفصل ما بين المال والسياسة. لذا تواب باش نسمع أغنية، الأغنية هذه هي التريو فهمي الرياحي، اسمها سلام عليكم، من تلحين وكلمات بيرم الكيلاني اللي صندوق تعرفوه بنديرمان. نخليكم مع الأغنية ونتلقى جزء من بعد. يا ليل يا عينيا يا 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 الليل، يا ليل يا عينيا يا ليلي يا عيني يا 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 ليل. أنا سلامي معطرة بالحنة وريحة المسك فاح من ربط السلطان، أنا سلامي مزينة بالحاف المهدية وخل خالك شربي فضة يلمعنا معاي، وخل خالك شربي فضة والله يلمعنا معاي. يا غالي سلامي مع الطارة بالحنة الكابسية وريحة المسك فاح من ربط السلطان، سلام زينا بالحاف المجنية خل خالك شربي فضة يلمعنا معاك، وسلام محبتي من ريم الفيالة من شبال الكاف حمى وعريس اليوم، وسلامي طرقسي بين سبيبة ودالة ولحان الساحرة نسي الهموم، دستور الغالية نتذكر أجدادي بطبوع المالوف، سحري وبحري وجبالي عالية وين ما تطلوا الفرحة في كل مكان، شينا الميلود
ونغنوا لبن مسعود بر السوداء بليين ما يقول والجمالية شعرها مجدود وبابا بحري مروض له صوت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم في بلاد البياء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا عزاز عليا يا عزاز عليا انا جات مندور ونحوس لبرور انا مسافر عدي ديما نرجع للات بدور ديما نرجع للات بدور وهي فني وهي غرامي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم في بلاد البياء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا عزاز عليا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم في بلاد البياء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا عزاز عليا يا عزاز عليا يا عزاز علي. مرحبا بكم في برنامج بر الأمان. تسمعوا فينا مباشرة استوديو عدد 5. اليوم حصتنا لايف لايف لأنه تم الموضوع متاع تأثير الأساليب اللي تم ذكرها في التسجيل المنسوب للسيد كمال السيد سامحوني نبيل القروي. تأثير الأساليب هذه كيف ما حكينا في الجزء الأول على الفاعلين في المجتمع المدني مي سورتو على المواطنين الكل. وتولي باش نحكي عليه هو من زاوية أكثر إعلامية. ما قبل ما ندخل في الموضوع نحب نشكر مرة أخرى رامي ماجولي اللي باش يستقبل مكالماتكم اللي تنجموا من توا تتصلوا وتخليوا أرقام هواتفكم باش ناخذوا ردود أفعالكم. وسي أيمن التنفوري زميلنا في الكونسول أيمن تويهري خاصة بنترجم زادة في مساعدة الإنتاج يعطيكم الصحة. نذكروا لي معنا في استوديو شيماء بوهليل رئيس جمعية البوصلة، مهيب القروي مدير التنفيذي لجمعية أنا يقظ، وثمر المكي صحفي اللي تكتب كرونيك ميديا على موقع نواة، ومحمد حداد معكم في التقديم. المسألة اللي كملنا بها قبل الأغنية هي كيفاش صحفي ينجم ينقل شنو صاير في البلاد إذا كان عنده سلطة كيف من هذه، إذا كان عنده مثلا توجيهات وانعدام الفصل ما بين الإدارة والإدارة متاع وسيلة الإعلام اللي هو فيها والدائرة التحريرية والهيئة التحريرية. هيثم انت صحفي فريلانس مستقل قبل كل شيء نحيو هيثم خوك هيثم المكي مش مشكل ليه صارت قبل وصارت دولي دو سونس دوك مش مشكل ال ال شوف هو ساعة في تونس لازمنا نوضحوا حاجة من الأزمات الكبيرة ومن الهينات الكبيرة اللي عرفها قطاع الصحافة في تونس هو عدم وجود الهيئات التحريرية والمؤسسات مؤسسات الصحفيين داخل الجرائد وداخل وسائل الإعلام، هذه مشكلة كبيرة برشا. طبعا المشكلة هذه متأتية من العديد من الأسباب، أهمها هشاشة وضعية الصحفيين اللي تعطي سلطة كبيرة ومفرطة لمديري المؤسسات الإعلامية ومالكيها بالأخص اللي هما ما نحكيوش عليهم برشا خاطر ساعات ما يكونوش المدير والمالك هو هو. ومثلا قناة نسمة نذكروا اللي من مالكينها اللي هما معناها النهار كلهم يحكيوا على الدولارات والدولارات والدولارات اللي هي ما يشعيب من مالكينها سيلفيو بيرلوسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق بالضبط جروب ميديا سيت اللي هو جروب إعلامي اللي هو بعث جيش العراق وبعث جيش فلسطين وبعث جيش البرشا بلايس معناها في العالم باش يعملوا حروبات ولكن سيلفيو بيرلوسكوني مش تحكي على اي خاطر اي واتش حتى لتوا معناها مول فيهم الدولار لكن ما قاموش معناها بمسائل سياسيه وما عندهمش ناس مسؤولين سياسيين يبعثوا في جيوشهم العديد من الاماكن في العالم. منش في المرسوم 88 2011 اللي هو يتعلق بتنظيم الجمعيات واللي نذكروا انه فيه التمويل من
منظمات أو من بلدان أجنبية اللي عندها علاقات دبلوماسية مع تونس متاح وقانوني ثم شروط يجب يتم الإعلان بعد شهر. ذكروا حسيلو اللي نسمى من مالكينها زادة مثلاً سيبيو بيرلوسكوني وطارق من هذا باش يكون موضوع حصة قادمة تمويل جمعيات والتمويل العمومي للجمعيات على خاطر ما نساوش اللي إذا كان ثم تعامل ولا تمويل من الأجنب اللي ممكن هذا يحط نقطة استفهام على تمويل. بعد نتيجة الشيء هذا هو استغلال القنوات التلفزية ولاحظنا حتى في انتخابات 2014 مثلا بكل وضوح. اليوم كي نرجعوا التقرير الرصد اللي قامت به الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري لاحظوا اللي قناة نسمة مثلا ومش هي وحدة تنعطيها مثل آخرين قناة نسمة مثلا ساعدت كثيرا وكان فما انعدام للتوازن ما بين المترشحين والأحزاب السياسية اللي موجودة مهيب وشيما يوافقوا معنا لهنا أي؟ لا مش وافقوا ولا معنا أي واحد يسمع فينا نجم يدخل الموقع لايكا اللي ما هوش ممكن يشوفوا فينا رغم اللي يتنجموا تقاول لايف توا من على صفحة بر الأمان ولكن اللي ما هوش يشوفوا يعرفوا شنو صاير زادة في استوديو. دوك هذا من ناحية. من ناحية أخرى نذكروا زادة اللي فما قنوات أخرى مالكيها عندهم أحزاب سياسية ولو أنها أحزاب سياسية ضعيفة وفاشلة ساعات كما العياشي العجرودي اللي عنده قناة الجنوبية واللي نجموا نلاحظوا زادة انعدام التام للتوازن بين المتدخلين من حزبه هو في الانتخابات التشريعية الأخرى والأمثلة عديدة. هنا الأمثلة عديدة يقول قائل شنو نجموا نعملوا في المقابل. فما مجتمع مدني يسعى للتعديل الذاتي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تبقينا وضعيتها صعبة لعدة أسباب منها الأسباب الداخلية ومنها الأسباب الخارجية. قانون انتع الهيئة الدستورية خاطر تو الهيئة اللي موجودة هي موجودة بمفعول مرسوم 116 اللي من 2011 واللي الهيئة الدستورية المذكورة في باب الهيئات الدستورية في الدستور مازال القانون الأساسي متاعها ما هوش حاضر واللي ثم دي كونسلتاسيون قاعدين جارين تو واللي للمواطنين الكل من أسهل أنه قانون حتى قانون أساسي يتبدل من قبل ما يمشي للجنة تنجم تتصلوا بالنواب نتاعكم وأخير من أنه نستنى وأنه يتم التصويت عليه باش من بعد نقولوا شنو نجم نعمل وعنده نهارين وزير المكلف بالهيئات الدستورية وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أعلن أنه المسار لسن هذا القانون المصادقة على هذا القانون سيستغرق ما بين 6 أشهر و8 أشهر. لكن ما ننساوش اللي الوضعية الحالية للهيكا اللي هي معناها تحكيوا عليها برشا في نسمة وهجموها بنفس الأساليب اللي تهجمت بها اي واتش وغيرهم ما همش الوحيدين هما هي اليوم تعيش وضعية حرجة. علاش؟ لأنه فما حشد سياسي قوي برشا ضد الهيئة وضد التعديل للقطاع السمعي البصري عموما يعني وتصريحات معناها القيادات السياسية أهم القيادات السياسية في البلاد هنا نحكيو على البيجي قايد السبسي وعلى راشد الغنوشي واضحة في كرهها للتعديل وفي معاداتها للتعديل والمنظومة التعديل عموما. بعد اليوم الهيئة هذية في نفس الوقت تعرف توتر علاقتها مع السلطة التنفيذية أي مع الحكومة ومقاطعين الاستشارات اللي انت حكيت عليها. علاش؟ لأنه الحكومة قاعدة الأمبيات على صلاحيات الهيئة هذية يعني بلا. ثامر انت تحدثت على الهيئة كهيكل تبع الدولة مستقل عليا ومستقلة. مثال بسيط الحكومة مؤخرا من الحاجات اللي عملتها في مش نفهم خاطر بكري حكينا نظريا على مفهوم المواطنة عليها لايكا هيكل فوق في مقرها وما هيش تمس في اي هو كما قلت لك فما العديد من الأسباب هذا موضوع معناها طويل يطول شرحه جوستما هذاك علاش اون فاباس تغدي عليه. فما المشاكل الداخلية وفما المشاكل الخارجية اللي انا لخصتها حاليا في الإرادة السياسية او في عدم الإرادة السياسية. لانه مثلا من صلاحيات لايكا اللي استعملتها الحكومة مؤخرا هي تسمية مدير الإذاعة الزيتونة اللي هو كمال بن يونس اللي هو من الانقلابيين على نقابة الصحفيين عام 2008 واللي هو إنسان استعمل العنف في النقابة ضد الصحفيين اللي كانوا يحبوا يغطيوا وحسب الانقلاب مرسوم 16 الهيكا لازمها هي اللي لازم استشارة الهيكا اللي هي حاجة ما صارتش. واستشارة الهيكا تستند العديد من المعايير اللي السيد هذية مثلا ما تنطبقش عليه المعايير هذية. ونهني وسي مهدي بن غربية ثامر المكي وسي يوسف شاهد بصداقات الجميلة
باش نذكركم تجربة لهنا في بلد آخر، تجربة مقارنة اللي هي في فرنسا اسمها الكلوز دو سيسيون. خاطر احنا لهنا من الأول حكينا على هيكا، ولكن السؤال كان بالأساس موجه أنه شخص الصحفي في قناة نسمة أو في أي وسيلة إعلام أخرى، إذا كان مثلا المالك متاع القناة أو الخط التحرير متاع القناة يتغير، أي شنو باش يعمل؟ فثم في فرنسا شنو لقاو الحل؟ لقاو حل هذا كيف ما يسموها كلوز دو سيسيون، هذه حاجة خاصة بالصحفيين. الفكرة منها أنه في الحالة اللي ذكرناها ينجم الصحفي يقول أنا باش نخرج من وسيلة الإعلام تاعي، ويتمتع بنفس الامتيازات كواحد يطردوه. إيش معناها؟ معناها ياخذ على كل عام أونسيانتي ياخذ شهر شهرية، اللي هذا إذا كان يتم هذا شنو صاير في القانون الفرنساوي، ولكن لأنه نوع من الطرد، لأنه إذا كانك لزيته باش يستقيل ما عادش ينجم يستمر في، ما نتصورش يعني إذا شخص مؤمن بالحقوق اللي أعطاها الدستور اللي هو الحق في الإعلام، يعني ما هوش حاجة ما هيش مزية للإعلاميين وصحفيين يخدموا هذا حق يضمن الدستور. ما نتصورش أي صحفي نزيه يتمنى أنه يمارس هذا النوع من العنف على المجتمع المدني أو حتى على. وهل هذا نجم يتبقى على سفيان بن فرحات كي استقال؟ بعد في القانون الفرنسي، لكن توا مادامنا قاعدين نراجعوا في القوانين بالضبط. هذا هي الفكره، نذكروا انه الهدف من برنامج بر امان انه نشوفوا كيفاش القوانين تاثر فينا، وتبدا مش فقط كيفاش نجموا ناثروا عليها. لذا انه الاستئناس بالتجارب المقارنه ينجم يساعد. نذكروا انه في القانون الفرنساوي اسمها كلوز دو سيسيون بالضبط في في فيما يخص الصحفيين، ولكن بالنسبه للاطباء او لمهن اخرى اسمها كلوز دو كونسيونس، يعني الشخص اللي باش يعمل حاجة ما هوش مقتنع بها بقناعاته الشخصية نجم يرفضها. وين يمشي في تونس يخرج من نسمة؟ خاطر احنا ضحكين على نسمة، اما بعد وين باش يمشي؟ ما هو المشكلة للسياق العام مغرقنا معناها في الممارسات هذية، ومغرقنا في عدم استقلالية أقسام التحرير على إدارة المؤسسات هذية. هذيك هي المشكلة. في تونس عندنا قطاع عمومي يعرف هينات ويعرف مشاكل، لكن القطاع الخاص هو فوضى عارمة، والفوضى هذية الضحية الأولى فيها هي الصحافة، وبعد الصحافة وضعية الصحافي، لأن الصحافي كيلقى روحه كيلقى روحه كل شيء هو المتلقي الأخير، يعني نعرف ليه هو المتلقي الأخير صحيح، لكن الصحفيين في المقابل عنده معناه موجودين قدام مفترق طرق، يا تخدم في المؤسسات هذية باللي موجود فيها وتحاول تصلح من الداخل، ولو أنه ما عندكش الأدوات اللازمة باش اللي تخولك تربح معناها عركة كما هكا، وإلا تبطل الصحافة، وإلا تغير معناها اللي باش تخدم عليه. لذا هنا معناها هو حالة سيتون اورجونس ناسيونال اللي حبيت نقوله، هي حالة طوارئ وطنية، حالة الإعلام اليوم يصير الخلط ما بين مثلا وظيفة اتاشي دو بريس ووظيفة صحفي كما يقولوا بوغ اغوندير لي فان موا. هذيك في تونس مثلا معناها قاعدة تصير دو لا مانيير لا بلو دي كومبليكسي كي سوا، معناها ما فيها حتى اي هو محزن برشا اللي يقول في ثامن او في القطاع العمومي كلهم يخدموا في برشا ناس تخدم في القطاع العمومي، ليه برشا ناس مش قلت لك برشا ناس تخدم في القطاع العمومي ويخدموا ملحقين صحفيين في بلايص اخرى وفي بلايص خاصه، قالوا كي يمنعهم على الشيء هذا، لكن ساسي بناليزي اللي يحب يعمل اللي يحب وماشي هكاك. لهنا معنا يتضح برشا دور الهيئات التعديليه اللي هي تحافظ على ابناء القطاع اصلا قبل ما نحكيه على المتلقي الاخير اللي هو المواطن. ومحزن برشا اللي نسمع فيه من ثامر انه لهالدرجه احنا ممكن نقبله بممارسات من اجل ان الواحد يحافظ على المهنه نتاعو، يعني حتى موقف نتصوره يظهر صعيب برشا. نحب نرجع للمواطن بشكل عام صحفي او غيره، اللي صار مع اي واتش ونسمه واللي هو ممكن يتكرر، وصراحه اذا موجود هذا ما ينفيش انه ممكن راهو تكرر قبل، هذا اللي خوف زاده في الحكايه، انه فيها زوز اشارات خطيره على الاخر. اولا تقليل من ذكاء المواطن، معناها انه نتلاعبوا لهالدرجة بالوعي متاعو، نتلاعبوا بالمعلومات اللي توصلوا في فترة في تونس اللي هي قادمين على انتخابات بلدية، اللي هي احنا في فترة تأسيسية رغم انه صادقنا على الدستور، لكن عنا يعني عنا مؤسسات مازالت ما اكتملتش، يعني المواطن توا دوره انه هو يضغط الضغط الايجابي على النواب نتاعو كيف يشوفهم، المطالب نتاعو يفسرها بطريقه واضحه للحكومه باش لازم تستجيب منها. اذا في وسط هذه المتغيرات الكل زيد عليها اعلام ياسر موجه، يعني فيها استخفاف من المواطن، فما حاجه ثانيه اللي هي
استخفاف من قدرة مؤسسات الدولة. يعني فيه كأنه تحدي، تحدي مش حتى تحدي، ما فما حتى تحدي في الحكاية. يعني حتى قانون إذا ثلب هاي برا ثلب مثالش، في تقليل من دور المؤسسات نتاع الدولة في وقت مرة أخرى اللي احنا قاعدين نرسيه في هذه المؤسسات. ولهنا يجي أهمية مرة أخرى ردة الفعل على هذا الشيء اللي صار، باش تكون هي السابقة الأهم في أي حاجة في المستقبل باش تجي. ردة فعل الوزارة اللي عند العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الرد متاعها لازم يكون مهم على الأخ، لأنها عندها دخل بالهيكا كما عندها دخل المجتمع المدني كما عندها دخل بحقوق الإنسان. رد فعل القضاء كما النيابة العمومية حط معناها سابقة في فقه القضاء، ولا ما نعرفش كيفاش يقولوها، لكن إنه نجموا نستندوا عليها. يعني المواطنين لازمهم يكونوا لازمهم يحسوا في الحقيقة بعد هذه بعد اللي صار، مسؤوليتنا احنا الكل هنا انه نحسوا انه المواطن فما شكون قاعد يدافع على الحقوق نتاعو، لانه كيما اللي صار الاي واتش احنا ما نحبوش يصير لاي شخص اخر، وتوا هي اللحظة الحاسمة نتاع اللي باش يصير توا اي هو اللي باش يحدد كيفاش في المستقبل باش نتعامل معاهم. على خاطر لو كان عندنا القدرة انه نضمنوا انه هذا ما عادش يصير حاجة هيلة، لكن ما نجموش نضمنوا هذا الشيء. مهيب القروي صحيح، فما بالنسبة رجوعا لسؤالك حول مدى استقلالية الصحفيين أو الخط التحريري عن رأس المال، اليوم في تونس فما إشكالية كبيرة برشا للتداخل الرهيب هذا اللي قاعد نشوف فيه ما بين الإعلام وما بين السياسة وما بين المال وما بين الرياضة. لأنه تعرف أنت في الرياضة يعني مصدر تأثير كبير في تونس على الرأي العام وعلى أيضا أصوات الناخبين. يعني أنت عندك أغلبية يعني الشباب التونسي يعني مخرطين في الرياضة ويتابعوا الرياضة وكل. إذا كان شوف أنا عندي رئيس حزب هو في نفس الوقت رئيس جمعية، وهو بعظمة لسانه قال أنه يعرف أنه الشيء هذا غير قانوني، لكن تم التغاضي عليه وتم غض الطرف عليه، هو تم كاينه حطوه هكا اكسبسيون هكا بالنسبه ليه. هو اذا نحكي على سليم الرياحي اللي هو رئيس جمعيه النادي الافريقي وفي نفس الوقت هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، وتعرف مرسوم 88 يمنع انه يكون فما جمع ما بين هيئه مديره للجمعيه وهيئه مديره لحزب او كما نقولوا احنا الهيئات المركزيه نتاعها هي أي. وفي نفس الوقت انت عندك مثلا الاكزامبل نتاع قناه التاسعه. قناه التاسعه عندك لهنا حسب المعلومات اللي عندنا، نقولوا للمستمعين اللي ماهم شوفوا فينا، اللي انت عندك لهنا وثيقه قدامك، وثيقه اللي هي تقرير المالي نتاع قناه التاسعه أي. المقدم للهيكا والوثائق، جميع الوثائق اللي قدمتها من اجل الحصول على الرخصه. هنا نلقاو معز بن غربيه اللي هو احد المقدمين البرامج في قناة التاسعة، يملك 10% من رأس مال متاع التاسعة. عندك لهنا اسمه رضا شرف الدين اللي هو النائب في مجلس الشعب، في نفس الوقت هو رئيس جمعية النجم الرياضي الساحلي، يملك 45% من قناة التاسعة. عندك أوليفي نوليو نشوفوا التشابك، التشابك كبير. لأن أنا نحب نعرف أنت تملك 10% من قناة التاسعة في نفس الوقت مقدم ربك حبهك وفي نفس الوقت عندك شركة أوليفي إنفست اللي هي بارتي متاع فيليال لزوتيل مرحبا اللي هي تتبع عائلة جنيح اللي هما يعني لهنا عطيتنا مثال حي أثبت أنه كيفاش تم التشابك. ولكن يقول القائل كيفاش المواطنين ينجموا يعملوا يأثروا ويعملوا الضغط اللي أنت أتوا مع كل حكيتوا عليه لهنا باش ليش هو المواطنين لازم يعملوا ضغط كبير على النواب متاعهم من أجل أنه يكون فما قانون يعطي أكثر صلاحيات للهيئة الدستورية، ولازم الهيئة الموجودة الحالية لازم يتم دسترتها مقتضى قانون ويتم إعطاء صلاحيات أكبر للعب دور أكثر تعديل أكثر فاعلية وكان أكثر صلاحيات من أجل تجنب أي تضارب مصالح أولا، ثانيا من أجل إعطاء أكثر يعني حرية للصحفيين والخط التحريري لأي قناة، وأيضا لحرمان أي شخص من أنه يتلاعب بالخط التحريري سواء كان عن طريق نفوذ سياسية أو نفوذ رياضية زادة ما هي شوية، وأيضا نفوذ مالي. التوجه وقت ممكن نسمع فيه الأغنية بعد نرجع بالسؤال اللي باش نرجع لكم، خليكم تكتشفوهم بعد الأغنية. هي هذه تول المغنية
كندية ومغربية اسمها أنت رائع، نسمعها مع بعض. رائع رائع، كنت يا رائعة أكنت بائس، كنا رائعين رائع، كنت يا رائعة أكنت بائس، كنا رائعين. والغزالة أوبس أنيسة، ما بغيتش نصيدك نوعدك والله، راني مجوش من البارح، ممكن لياش نولد ولكن ارجعي خمسة دقائق ما سبيتكش، قدام التيف وشوية سكران بزاف ورجعي بحالي، عندك حاجة ما تديري، كنت شفتيني البارح كنت رائع رائع، كنت رائعة كنت بائس، كنا رائعين مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان. مرحبا بكم وإحنا في الجزء الأخير من الحصة متاعنا. معنا في استوديو مهاب الكروي مدير تنفيذي جمعية أنا يقظ، شيما بوهلي رئيس جمعية البوصلة، وثمر المكي صحفي. مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل مستمعينا. كما قلنا لكم في أول حصة باش نستقبلوا مكالماتكم توا، ومعنا سيف الدين على المباشر. ألو، تحية ليك، تحية لضيوفك. مرحبا بك سيف الدين، منين تكلم فينا سيف الدين؟ مرات. مرحبا بك سي سيف الدين، شنو هي السؤال اللي تحب توجهه ولشكون تحب توجهه؟ والله انا مش باش مانيش بحكم باش نوجه اتهامات. لا لا، سؤال ما قلنا حد محكي على اتهامات يا سي سيف الدين. انا باش نقول سامحني سيدي الغالي، خنتكلم ومن بعد خذ راحتك وجايز كيما تحب. باش نعطي 2 مينوت اكعاو. لا 2 مينوت برشا، خاطر ثم الاخبار، دونك لذا من فضلك اعطينا سؤالك. اسمعني سيدي الغالي، اسمعني. الو، اي نسمع فيك، تفضل نسمع فيك المستمعين كل يسمع فيك. انا نقول اللي التونسي ما عادش عنده ثقه في الاعلامي جمله واحده. فما كامبينات وفما مافيا كبيره نتاع الاعلام، وفما قنوات تلفزيه امورها مسترابه.
معايا ولا مش معايا؟ معاك. ونحب نوجه لك سؤال سي سيف الدين، بالنسبة ليك أنت شخصيا شنية شيء اللي نجم يخلي ثقتك ترجع في الإعلام؟ أنا مصيبة أمور معناها كما حشيك وحش. لا من فضلك من غير إذا كبش تقولي حشيك مش لازم. ما يسالش زي أمراض مستعصي ما بالدواش إلا بقطع كما في الكونسير، كما في الكونسير كما في الكونسير ما فماش إعلامي ثقة، ما فماش إعلامي. أنت قاعد تحكي مع إعلامي سي سيف الدين، دونك أنا ذاك علاش كنت إجابي معاك وقلت لك كيفاش ينجم الإعلام يكون ثم ثقة ما بينته هو والمواطن، ولا بروف أنه أنت عندك الفرصة، أنت على مرفق عمومي قاعد تتعدى باللايف ما اتصلناش بك قبل، هاو لا بروف أنه ثم إحنا ثقة يعني مسبقة، أنا عندي ثقة فيك من قبل ما نعرفك ولا نعرف نتشرف بيك. لذا ثمشي خلينا نلخصه ونخليه المجال للمستمعين الأخرين. تفضل. ما تقطعنيش حبيبي، أرجوك أرجوك ما تقطعنيش. تفضل. نتم الفكرة ومن بعد رد كما تحب أنت وزملائك. أنا إيش قلت؟ أنا قلت الإعلاميين في تونس ما عندناش فيهم ثقة، ناس مأجورين تشريهم بالفلوس، الفلوس هي كل شيء. تنجم أي أنا غدوة كي نعمل حزب وعندي مليارات كلهم موزايك التونسية قنوات كل شيء معايا. سي سيف الدين موقفك واضح، نحب نشكرك مرة أخرى. أنا نتأسف اللي أنت تعمم ونتأسف اللي أنت تعمم، ولكن لفيت أنه أنت تعديت في اللايف لهنا معنا مباشرة من غير ما نعرفوك ومن غير ما يتم تحذير، هذا هو أنتين مفتوحة إذاعة وطنية مرفق عمومي مفتوح للمواطنين الكل، منهم اللي ما عندهمش كيف سيادتك ثقة في الإعلام. نشكرك على التدخل متاعك ومرحبا بكل ردود الأفعال. تنجموا تكملوا على صفحة بر أمان. ثامر المكي يحب يرد على سيف الدين. كيفاش نجموا حبيت لو كان نتفاعل معاه كان قعد معانا هو ونتفاعلوا معاه وجوست نسأله سؤال واضح وصريح جدا، هل أنه يعرف اللي فما أمنيين فاسدين ولا هل أنه يعرف اللي فما قضاة فاسدين ولا هل أنه يعرف اللي فما موظفين أو ناس في سلك الصحة أو في البلدية أو مهما كان أو الباهي والخايب موجود بختوه في فات كان هذا هو اللي حبيت نوصله. لذات تعميم ما يهزنا لحتى بلاسة ويغلطنا حتى في تشخيص الأوضاع مشكلة. بالعكس من المفروض أن ننسبه بشكي ننسبه نفهمه منين النجم نبنيه ومنين النجم نصلحه. إذا ممكن نضيف المواطن الإعلام هو أحد المصادر متاعه متاع المعلومة، يعني كل مواطن ينجم يسمع حاجة في التلفزيون زي مش يتأكد منها في برشة مواقع أخرى، ينجم يقارنها بعدة معلومات. المجتمع المدني الهدف منه على الأقل جمعية البوصلة وأنا يقظ نجم نحكي باسمكم في هذا إنه إحنا نوفر مصدر آخر للمعلومة غير المعلومة الرسمية غير المعلومة الموجودة في الإعلام والإذاعة الوطنية والموجودة هنا من سيوج زادة إحنا بكري نحكيو على الإعلام المهيمن راه فما إعلام آخر مستقل قاعد يأدي في دوره وما نفيهوش، فما الأفراد اللي موجودين في وسط الإعلام المهيمن اللي يخدموا على رواحهم وفما مؤسسات إعلامية تخدم على رواحها مستقلة ما يش داخلها الإعلام ولا يأخذ أشكال مختلفة. يعني حتى أحيانا تعليق على فيسبوك ينجم يكون مصدر المعلومة يعني موثوق أكثر من أي معلومة أخرى من الدولة على مصادر إعلامية رسمية. فهنا ساعات قد نقول فهنا المسؤولية بالحق يكون عند المواطن أنه هو لازم يتأكد من المعلومة. القوة اللي قاعدة تجي لأي فاسد هي أنه ما فما حتى حد يقف له، والمواطن هو أول الناس اللي لازم يقف أولا بأنه يتأكد من المعلومة وما ياخذهاش حاضرة كما تجيه. فما عدة مصادر أخرى موجودة. أنا توجه وقت كلمة الختام دونك لذي في بعض ثواني مهيب القروي اللي حاب نقوله هو أنه بالنسبة للمجتمع المدني، المجتمع المدني في الاخر شنو هو تجمع من المواطنين، سي ان راسومبلومون دي سيتويان. اي الفرق ما بيناتنا وبين الاحزاب انه احنا ما نطمحوش للسلطه، الفرق ما بيننا بين وسائل الاعلام انه احنا ما عندناش غير ربحي، يعني وسائل الاعلام هدفها زاد من اهدافها انه يربحوا، نحكيش على الصحفيين نحكيوا على يحلوا قنوات تلفزيونيه او اذاعات او جرايد. ما عندناش اهداف كما نقولوا احنا سياسيه، لكن في نفس الوقت اذا كان احنا كمجتمع مدني اليوم كمواطنين لانه احنا في الاصل مواطنين ما نلقاو شكون يحمينا من الهجمات هذية راهو باش ترجع بالضر علينا على احنا وعلى ايضا على وسائل الاعلام ايضا، لانه نحكيو على ثقه لان لازم تبنى ما بين المواطنين وما بين وسائل الاعلام. ثامر المحاسبه واحترام المؤسسات، وما ننساوش اللي الحمله هذية جات بعدها مؤخرا تضييقات على المجتمع المدني، نذكروا التضييق اللي صار على منظمه الفصل 19 في حمامات، نذكروا زاد التضييق اللي صار على مديره منظمه الانترناسيونال في قاسرين.
شيماء بوهلال كلمة آخر حاجة كلمة. راهي هذه واحدة من عدة معارك قاعد يخوض فيها المواطنين الكل ضد الفساد. أولها بدأت بتقارير حول مؤسسة ما، عندنا قانون المصالحة جاي، عندنا عدة مجهودات أخرى، فلازمنا نتضافر كل مع بعضنا المجهود في القصب العشرة متاع الصباح ضد الفساد. نشكركم على حسن الاستماع. توا زملائنا في الأخبار باش ياخذوا المشعل. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا. شكرا سي سيف الدين اللي اتصل بنا، ونجموا نكملوا الحوار على صفحة بر الأمان. شكرا للضيوف اللي كنتوا معنا، وشكرا لرامي ماجولي وأيمن تنفوري اللي كانوا ورا الكونسول. إلى اللقاء، نتلقاو نهار الأربعاء الجاي.